كيف وصلنا للخمسة واربعة وثلاثين دقيقة موعدنا مع فريق طيارة أعز فريق ما تعملهم ومتلقاهم كان عسيت طيارة بونتين مع طيارة بونتين أعمل أفار طيارة وين ما أنتي طيارة بونتين ميغوسيادر موجود معنا لطفي اليوم في التليفون عسامة يا لطفي مرحبا عسامة أهلا بشلك شحالك يا سي لطفي صحة لباس مرحبا لطفي كلم فينا من أريانا مستمع وفي للشلة واليوم تم تاعنا كل بدينا من الأول نحكيه على الكرة من بيين كورجية للكويز نتاع الشلة اليوم حكينا على البالون دور وتاريخ البالون دور واليوم قلنا باش نبيعوا حاجة تابعة الكرة حكينا شنو عندك للبيع يا لطفي عسامة الشلة الكل تاع قبل كل شيء مرحبا عندي كرة خويا مين للبيع اللي مركبها جوهر المنيري كوبي مود 2006 طرح اسبانيا هذاك تحكي بجدك بهذا والله كيف خذيها الكرة ما فهمتش كيفاش خذيتها الكرة شاطها جوهر جات بيدي كيفاش جول اسبانيا ما كيفاش خذيتها الكرة شنو كيفاش وصلت لك الكرة هذه انت منين جبتها اموري منين جبتها خي مش يعطي فما سحار يعطي رويندو كيما انت ما تعطيش امورك ما نعطيش امورك خويا سمعنا اش بيه داخل عفس فينا السيد والله امورك خويا امورك لا امورك راهو ما كاينش كيفاش نعرفوا اللي هي الكوره لا اللي باش يشريها تو يعرف عندي جلد مقلوب خايف ادوبل اي منين مش نعرفوها اللي هي الكوره هذيك اللي مركبها جوهر المنير تسهلها وسيم هذا قاعد يتكلم اي بابا مي قالوا معك لا وسيم انا مخلي لك الزمار اللي كنت انت شنو مدخل للكرة شوي انت ستيلك نتاع بوتون تاع كورنير خلي يا وسيم طيب باش تبيع كرة ولا فهمت انا باش تعمل فسرنا على الكرة يا وسيم انت ماكسيمومك في تيران تاع كرة راك تجي واحد تجي لما تبدا البال حدك غادي مش بيخدم خلينا استنى استنى البيع استنى نعرف ما نجم نجاوبوا حتى لا 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 ما تجاوبوش بالله لحظة يا لطفي يا لطفي لحظة لطفي لحظة عايش شوية لحظة يا لطفي لحظة يا لطفي عايش شوية باه مي قالوا راهو ما نجاوبوش المستمعين معاك ما نخليه يدخل هكا تو فدلك اي معناتها هو يفدلك خليه يحب يفدلك معاك يحبك مش نفدلك جاي نبيع في كورة انا وسيم ما تدخلش معاك ماكش نتاع كورة نخرج معناها من الراديو خليك تبيع كورتك وحدك لا حتى كانك نتاع كورة اليوم غير ما تكور راهي مريحة شوية الدنيا قلت بالكثير مش بيه محلف لحظة 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 مش بيك متحلف انت متخمرت على بعض ولحظة خلنا نحكيه مع بعضنا يا شلة يا شلة يا شلة يا شلة نسمع فيك يا لطفي نسمع فيك نسمع فيك يا شلة تصور انت مي قالوا في شورت انت تصوروا مي قالوا في شورت شنو تنجم تعمل بيه تنجم تقري بيه مات صافي تخش عليك الدوليني باراليل لا لا ذا قصدك خويا الغالي خليها اسمع لا ما تجاوبوش والله هو ضامر اما مش هكذا يا اخي ما فيش مساطر لا لا هو حر نسمع فيك نسمع فيك نسمع فيك هم رابطيني بالتل باش ما نطيرش نسمع فيك اي لا لا اي جي كور معانا غدوه ولا بالحق جا كور معانا انا في الحومه نحن بانكين غاديك في اريانا اما قبل ما تجي اعمل باراليزم خاطرك تعطيك حاسه من جوز يسار باه ايوه ما جاوبش واحد لا خلي يجاوب امين خلي يجاوب لا لا المستمع مالك شنو المستمع نتاعنا مالك يحكي اللي يحب عليه هو انا عندي ما تجوزش معناتها ما تجوزش معناتها الحدود الحمراء يحكي فيها معناها كيما قلت لك خويا مين الكره هذيا تنجم تكور بها اللي يحب معناها كوليكسيونير نتاع كوره نتاع توانسه واحد وكذا تنجم تشوف يكور بها كان عنده صغار انت وسيم كان باش تكور بها من غير ما تعمل كونترول بالزيت تعملوا بخشمك لا 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 هنا يجاوبوا لا لا جاوبوا برجو لا يجاوبوا وسيم بالحق لا ما يجاوبوش جاوبوا باش تخليك كيما هو لا ما عندوش حق يجاوبوا مستمع خويا المدلل شكاره نتاع بوكس معناها نقعد نسمع ما يصيرش خويا لا 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 لطف عليك هذه قول قلعه قول قلعه لطفي يا وسيم ولا بالحق انت لا تجيب تكور القدام لا التالي لا في الوسط حدك حدك كان تجيب احذانا تكور على سبور جنه ذي كل خذ دخل روحك في الكورة بتاع جوهر المناري كوب دي موندو من الحيل خليه بيها كمل كمل في عقلك يتكمل قول لنا نسمع فيك يا وسيم نحن الجمهور نتاع الكورة واللي نحبوا الكورة بالحق ما نحبوش كون يدخل روحه في مواضيع او كزمار اللي كنتي سايبنا نحن الكورة عايش تحت واضحين واضحين يا سيدي كملت ليه نحب نبيع كورتي عاد انا وين كملت بيع بابا كورتي كملت هز معناها وكاو باهي قداش تعرف فيها الكورة انت خويا مين عطاوني فيها 4 ملايين دي سوبورتير معناها نتاع توانسه واحد كذا ما بعتهاش طالب مخير انا شوي طالب مخير يعني انت عملت مخير ديجا انت في بالك تو معناتها تسمى معناتها تسمى عطيت درس لن ينساه الواحد من العباد اللي مسانس هو يعطي دروس لا ينساه ياك ما خليتناش نجاوب امين حتى باش نعطيه كلمه انا شنو نقعد انا نسمع فيه وسيد يتخمر ودرس لا 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 لا
كيفاش؟ ما تنجمش. شنو اللي ما نجمش؟ شنو اللي ما نجمش؟ تضحك يا يمين يا شلة. حتى كان الكرة ما تبعتش الحمد لله نورمال، أنا كورت بخويا ميقال وأنا. هذه وزع خويا. هذه بسيم خي سامحني. تعرف أنت خويا وصاحبي. أما غي سامحني خويا الغن. اسمع بالرسمي بسيم تنربز ربك كذا. يا خلي يجيوب أمين. هو تو يا سي شو اسمه هو فوزي مطفي. لطفي. يا مطفي يا لطفي. أخويا. تو أنت منين حكمت عليا ما نعرفش نكو. تبارك الله من ستيلك صاحبي. صاحبي عشان التصوير في خلينا نكون فريقهم لا لا ما تجاوبوش ما تجاوبوش ما تجاوبوش ما تجاوبوش خويا ما عندكش الحق تجاوبو حطها في قلبك الحقيقة تضحك تضحك يا متفتح يا لطفي خويا يعطيك الصحة بون الكورة مانيش نبيعوها ب 4 ملايين الله غالب معناتها الحمد لله الحمد لله انا كورت بخويا ميقال يعطيك الصحة صحة عليك صحة عليك ما نجم نقول لك شيء تو صحة عليك كما تنكلمك من بعد فما حتى مشكل كاورت فينا كاورت فينا حدنا غادي خويا يزي يا لطفي في برك خويا كاورت كيما حبيت صباح الله فيك خويا مستمع حر وسيم عنده الحق يقول اللي يحب وسيم تشري سكارة تاع بوكس تكمل علي انت ما عندوش لا برجو لا خاطر ما خليتش يجاوب اسمعني شو جاي نهار معناتها بعد قداش من عام جاي شكون وسيم فرح بيك ما تساغيف ميقالو نورمال ما كاو ساغيف كاو ساغيف خويا تصير في احسن العائلات شويه خرجين شلت امين نيغوسياتور يا فوزي سي بون هذيك الحمرا هذيك هذيك هاي سي بون انزل مغادي سي بون ايوا هاي بدات يا لطفي اللي طلبت في راديو عامل فيلم ميقالو مش تاع كوره مش تاع فاجيت ودنيا يا ودي ندوخ الكوره اقسم بالله بس مون جوك يشد بيك انا الباص يا اقسم بالله دوخ ندرع لك خواتك انا اسمعني ماني مش تاع كوره وحكايتي فارغ انا عبد الله القدام 15 سنه كوره ثلاث مرات انا بوكا مون كروزي في سيخي برك لي صار اقسم بالله لي بقى نقصوها قلت له ما كورش بواحد اسمعني من الاخر تبعني خمسه كوره على البار ما نحكيش برشا قلت له هذه عرفت شكون ولا ركبتي هذيك هذيك اللي باش تحكي عليا اليوم تبعني باباي من الاخر من الستار قال له لحبيب ما حد وحد ها يا ماسط يا لطفي الخمسه على البار كمل قل لي فوتوشوب وما نلهثش انا راه خفيف خمسه في البار حاب نعاودهم لك هكا فما الريبلاي عاودهم وحدك يا لطفي انا ماني كيف الظلم مطفي انا